لكن انت قاعد تشوف الفيديو مهما كان اليوم مهما كان التاريخ بلش في اسرع وقت ممكن. مساكم الله بالخير، يينا فيديو ثاني بقناة دبلوش، وهالمرة هذه فكرة نوعا ما مختلفة، ما هو فلوج، ما هو مقابلات الشارع، ما هو دبلوش توكس. هالمرة هذه دبلوش بيكلمكم من القلب إلى القلب، لأن هذا الشيء اللي راح أتكلم فيه جدا مهم، وأتمنى من كل واحد يشوف هذا الفيديو يشوفه للأخير، لأن بهذا الفيديو لو مشيت عليه إن شاء الله حياتك وايد ممكن تتغير إلى الأفضل. فركز معاي وشوف الفيديو للأخير. طبعا هذا الشيء اللي راح أتكلم عنه هذا شيء أنا دائما أسويه فيه كل سنة، صار لي تقريبا كل 3-4 سنين، والحمد لله هذا الشيء جدا مفيد وله آثار جدا إيجابية على حياتي وعلى مستقبلي وعلى شلون السنة الجديدة تكون سنة صحيحة وتكون سنة مليئة بالإنجازات، مليئة بتحقيق الأهداف، مليئة بوايد أشياء زينة وأشياء أبي أسويها من زمان. ببساطة على نهاية كل سنة في آخر أسبوع من كل سنة دائما أقعد مع نفسي، أقعد بساعة ساعتين مع نفسي وأفكر شنو أبي أسوي في السنة الجاية. دائما تحلطم ونقول والله السنة اللي طافت نفس السنة اللي قبلها وهالسنة نفس السنة اللي طافت وإلى آخر، ما سوينا شيء، في وايد أشياء في بالنا وطموحات وأهداف نبي نسويها بس ما نسويها. ليش؟ لأن في قصور في التخطيط، ما في تخطيط، ما في طريق واضح، ما في خطة واضحة، لذلك ما نحقق الأشياء اللي نبيها. لكن الأشياء اللي نبي نسويها لازم نخطط لها عشان نوصل لها. الأشياء اللي تبي تسويها ومن تعرف شلون توصل لها هذه مجرد أحلام، أما الأشياء اللي تبي تسويها وعارف شلون تسويها وعندك خطة واضحة وعندك خطوات تتبعها عشان توصل لها هذه يسمونها هدف. فهذا الفرق بين الحلم والهدف. الحلم أن أنت في شيء في بالك ودك تسوي لكن ما تعرف شلون تسوي ولا خطط له ولا تعرف الخطوات المناسبة ولا تعرف شلون تشتغل له، فيبقى حلم، شيء تبيه ما رح يصير. أما الشيء اللي تبيه وتعرف شلون تسويه هذا هدف، والهدف بيدك أنت تسويه. لذلك الأشياء اللي تبيها خلها أهداف لا تخليها أحلام، وهذا الشيء نفس ما قلت بيدك أنت تخليه يصير حقيقة وعلى أرض الواقع. أنا قبل نهاية كل سنة بآخر أيام في هذه السنة أقعد مع نفسي ورقة وقلم أو حتى في النوتس وأكتب شنو الأشياء اللي أبي أسويها، سواء مثلا أبي في الجامعة أو في المدرسة أجيب نسبة معينة أو معدل معين، أكتب هذا الشيء. 1 أجيب معدل معين، 2 أبي أعدل من جسمي، أبي أظل مواظب على الجيم مثلا، أبي أروح أسوي رياضة، 3 مثلا أبي أطلع فلوس زيادة، أبي أسيب فلوس زيادة، 4 مثلا أبي أسافر، 5 أبي أقوي علاقتي بأهلي، 6 أبي أقوي مثلا علاقتي بربعي، أبي أقوي علاقتي بالناس بشكل عام، أسوي علاقات، أبني علاقات وغيره. هذه بعض الأهداف اللي ممكن تكتبها أنت. تبي تتعلم تعزف على آلة، تبي تعلمين مثلا تسوين ميك اب جديد، تبي تصير ميك اب ارتست، تبي ترسم، تبي تتعلم لك أي هواية. يا أخي وايد أشياء في بالك ودك أنت تاخذها إلى النكست ليفل على قولتهم، إلى الليفل الجاي، لكن أنت ما قاعد تبلش. ليش؟ لأن ما عندك خطوة واضحة، ما عندك طريقة واضحة لأنك توصل لهذه الأهداف. فأنت لما تكتب هذه الأشياء وتأخذ حبة حبة كل من هذه الأشياء وتفكر بك نفسك شلون أنا قادر أوصل لهذه الأشياء، مني هذه الأشياء راح تصير أهداف وليست أحلام. فعلى سبيل المثال أنا كل سنة أسوي هذه الأشياء. طبعاً مو كل الأشياء راح تسويها بيرفكت، مو كل الأشياء راح تسويها بحذافيرها بالضبط. إذا سويتها هنيئاً لك، أنت كامل، أنت بيرفكت، لكن ما راح يصير هذا الشيء. في طبعا ممكن يصير قصور، وهذا القصور ما معناته ان انت مو زين. لا، انا مثلا قلت ابي اقرا كتب معينه، ما قريت هذا الرقم من الكتب، ما قريت هذا العدد من الكتب في السنه الواحده، هل ازعل من نفسي؟ لا، الحمد لله اني انا حاولت، الحمد لله اني انا قدرت اني اوصل الى درجه معينه. انا هدفي مثلا، واحد من اهدافي كان اني في هذه السنه اوصل 100,000 مشترك بقناتي على اليوتيوب، والحمد لله تخطيت هذا الشيء وانا جدا سعيد، وهذا واحد من اهدافي اللي كتبتها في نهاية سنة 2018، والحمد لله وصلنا الحين قريب ل 130,000. قلت مثلا أبي أكمل في الجيم وأشد حيلي، طبعا شوية قطعت، هل أزعم من نفسي؟ لا، أحاول أني أشد حيلي في السنوات الجاية، أحاول أشد حيلي في الأيام الجاية، لكن يكفي أني أنا حاولت، يكفي أني أنا شديت حيلي. فأنت تفتخر بأنك حاولت وتشد حيلك بقدر المستطاع أن توصل لهذا الشيء اللي أنت تبيه. فهذا أهم شيء بموضوع كله. أوكي، أنت كتبت الأمور اللي تبي تسويها في السنة الجديدة، كتبت أهدافك، أوكي أنت كتبت الأهداف اللي تبي تسويها، الحين تأخذ كل هدف
وتفكر شلون راح توصل له، شنو الطريقة المناسبة، شلون تقسم وقتك، شنو الشغل اللي تحتاج انك تحطه في هذا الموضوع، وبحيث ان انت توصل لهذا الهدف وتسويه وتحققه قبل نهاية السنة الجاية. على سبيل المثال نفس ما انا قلت ابي اوصل 100,000 مشترك على قناتي على اليوتيوب، هذا الشيء ما راح يجي من ليلة وضحاها على قولتهم، هذا الشيء راح يجي بعد تعب، بعد شغل، بعد طريقة معينة انا اتعب فيها واشتغل عليها، فبالتالي راح اوصل لهذا الهدف بإذن الله. يعني مو لازم أوصل 100,000 أخي، يمكن أوصل 90,000، يمكن أوصل 80,000، بس بالأكيد أني أنا على الشغل اللي قاعد أعطيه كثر ما أشتغل كثر ما راح ألقى بإذن الله. يعني فالواحد يتعب ويجتهد بقدر المستطاع وراح يوصل حق الهدف ماله، وأنت بالضبط هم مفروض أنك تسوي كذي. فالخطة اللي أنا رسمتها مثلا حق اليوتيوب أني أنا أنزل فيديوهات على الأقل فيديو بالأسبوع، أني أنا مثلا أتعرف على ناس شوية مشاهير وأحاول أسوي فيديوهات معاهم، أني أنا أشتغل على الإنستغرام مالي بحيث أن هذا الشيء راح يجيب لي ناس على اليوتيوب، اني انا اقوي علاقاتي مع متابعيني. الحمد لله انا في وايد منكم يعرفوني ويسولفون معاي مرات وارد عليهم واضحك معاهم وكل شيء، اكون علاقات، هذه العلاقات كلها راح تفيدني حق مجال اليوتيوب وغيره. فهذه الاشياء كلها ساعدت ان فيديوهاتي وقناتي تكبر بالطريقه اللي انا كنت حاط لها خطه وراسم لها طريق. هذا واحد من الاشياء اللي انا سويتها. شغله ثانيه، معدلي في الجامعه الحمد لله حطيت هدف ان معدلي يكون من النسبة الفلانية إلى النسبة الفلانية، والله الحمد وصلت إلى هذه النسبة. شلون؟ بالتخطيط، بالدراسة، أني أعطي دراستي حقها، أني أنا أخذ الأشياء اللي أنا أحتاجها وأسويها بحيث أن أجيب هذا المعدل. نفس الشيء في المدرسة في الثانوية، كان هدفي أني أنا أجيب مثلا امتياز. الامتياز ما رح يطلع كذي من لا شيء، لازم تجتهد، لازم تتعب، لازم ترسم لك طريقه معينه. راح ادرس هالايام الفلانيه، راح اشتغل، راح اجيب مدرسين، راح اروح معهد، اللي هو اللي يحتاجه تسويه، لكن توصل حق الهدف اللي تبيه. تشتغل على نفسك، تتعب على نفسك، بالنهايه راح توصل، بالنهايه راح توصل، لكن لازم تتعب، لازم تخطط، لازم تشتغل. ما راح يصير لك ولا شيء وانت قاعد في البيت، ما راح يصير لك ولا شيء وانت تفكر حاط راسك على السرير، حاط راسك على المخدة وتفكر يلا بسوي شغلة الفانية، بصير شغلة الفانية، ابي اروح وارد، وانت ما قاعد تخطط، ما راح تصير، راح يبقى حلم انت بيدك تخليه هدف. في ناس يخافون يفشلون، فما يبلش بامور معينة يبيها، يظل على نفس ما هو. انا اقول لك الفشل اللي انت تعتبره فشل، وادري هذا ممكن البعض يشوفه كلام افلام وكلام جرايد وكلام بتويتر خرابيط، لكن فعليا الفشل اللي تفشله في اي شيء ما هو فشل، هو درس، والله العظيم انه هو درس. في ناس وايد يسوون اشياء وما تضبط معاهم، لكن صدقني هذه الاشياء كلها اللي ما ضبطت علمتهم شيء، فهذه الاشياء اللي تعلموها بيوم من الايام راح يسوي شيء وراح يكون من اقوى الاشياء. ليش؟ لانه عارف جميع الثغرات، عارف جميع المشاكل، مر فيها من قبل، فلما يسوي شيء في المستقبل بعد عشرات او يمكن حتى مئات الاشياء اللي نسميها فشل، هذه الاشياء وصلتها الى شيء محترم، الى شيء جدا قوي، الى مكان مرتفع حيل. فاللي انت تحسبه فشل ما هو الا درس. فاشتغل، واذا فشلت واذا خسرت واذا هذا راح توصل، راح توصل. الحياة مرة والله العظيم بهالدنيا هذه ما راح تندم على الاشياء اللي سويتها وفشلت فيها كثر ما راح تندم على الاشياء اللي كانت بخاطرك تسويها وما سويتها. ليش؟ خوف، والله تحاتي، والله امور ما لها داعي، فسوي اللي تبيه. فانا ابيكم كلكم بعد ما يخلص هذا الفيديو تمسك ورقة وقلم، تقعد مع نفسك ساعة ساعتين تفكر شنو الأشياء اللي تبي تسويها، شنو الأشياء اللي راح تخليك أنت إنسان سعيد، شنو الأشياء اللي من زمان بخاطرك تسويها وما سويتها. اقعد اكتب هذه الأهداف هدف هدف، وحاول كثر ما تقدر في هذه السنة أن تشتغل على نفسك وتوصل إلى أعلى مكان ممكن في هذه الأهداف، توصل إلى أكثر شيء انت تقدر عليه، تشتغل بقدر المستطاع، راح توصل، والله راح توصل، وراح تشكر نفسك على نهاية السنة. انا جدا سعيد اني انا كتبت الاهداف هذه بحيث اني انا الحين اليوم اشوف هذه الاهداف واقول كفو عليك يا علي، والله العظيم اني انا فخور في نفسي. ليش؟ اني كتبت هذه الاهداف في السنة طافت، وبهذه السنة وبنهاية هذه السنة قعدت اشوف هذه الاهداف هذيلة اللي كتبتهم، ثلاثة ارباعهم سويتهم والله الحمد، سويتهم فوق اللي انا كنت ابيه. كنت أبي نسبة معينة، سويت الحمد لله أكثر من هذه النسبة. كنت أبي عدد سبسكرايبر معين، وصلت إلى أكثر من هذا العدد من السبسكرايبر. وايد أشياء والله الحمد، في أشياء ما سويتها إيه، إن شاء الله أحاول أني أسويها السنة الجاية، لكن أنا فخور بالأشياء اللي سويتها، وفخور بأن كل أهداف اللي أبيها
حاولت أسويها على الأقل تقدمت لو خطوة واحدة أحسن من أمس. خطوة هذه اللي أنت قاعد تتقدم فيها هذا يعتبر شيء كافي على الأقل أنك تفتخر فيه لأنك تعبت في هذه الخطوة على الأقل. فأبيكم أنتوا تجربون هذا الشيء، والله العظيم إنه شيء راح تتذكرون كلامي فيه، وحاولوا تخلون عادة في كل سنة أن تكتبون أهدافكم إلى السنة الجاية. شيء جدا جدا أشوفه مهم وشيء جدا راح يفيدكم ويرسم لك المسار الصحيح بالنسبة لي على الأقل، بحيث أن أهدافك والأشياء اللي تبي تسويها تصير. ما راح تصير يمكن بشكل كامل، أعيد وأكرر، لكن راح تصير على الأقل أحسن من أمس وأحسن من أول أمس، خطوة بخطوة. والله دائما ممكن نقعد بيننا بين نفسنا نفكر فلان والله شلون صار غني، والله فلان شلون صار مشهور، والله فلان شلون وصلت في وظيفتها إلى هذه المرتبة، والله فلان شلون كذي علاقته بالناس قوية ويعرف ناس وعنده معارف. أيا كان الأشياء هذه ما صارت من ولا شيء، هذه الأشياء جت بعد شغل، بعد تعب، بعد أيام. صدقني بلش من الصفر، صدقني هذيك اللي أنت تشوفينها واصلة بلشت من الصفر. أنت اليوم هم ممكن تبلشين من الصفر، أو أنت ممكن تبلش من الصفر، لكن مع الأيام راح توصل، راح تطالع ورا راح تشوف والله أني وصلت، والله أني خلصت مسافة طويلة، كنت آخر شيء اليوم أنا هني والطريق بعده قدام. بس هذه الطريقة، هذه الطريقة، هذه الدنيا، وأنت تعيش الدنيا هذه مرة واحدة، يا تضيعها بحسرة وندم أني كنت وايد أشياء بسويها ما سويتها، يا تشتغل على نفسك وتحاول اليوم وباكر والسنة هذه واللي بعدها أنك توصل، وبالنهاية إن شاء الله بتوصل. الدنيا لعبة، والله العظيم الدنيا لعبة، أنت لازم تعرف تلعب عدل، اليدة السوني بيدك أنت، الدنيا كتاب والله، أنت الكاتب، أنت اللي تكتب البداية، أنت اللي تكتب النهاية، أنت تكتب شنو بيصير لك وما يصير لك. طبعا في أشياء ممكن تصير بخلاف المتوقع، أنت راسم خطة فجأة يطلع لك شيء out of nowhere على قولتهم، شيء أنت ما كنت حطه في الحسبان. هذا شيء لازم هم تحطه في راسك، أن الأشياء اللي أنت تبي تسويها طريقها ما هو سيدة، مو بس تمشي وراح توصل، لا، في ثغرات، في عقبات، في حفر راح توقع فيها، في أمور راح تصير لك، في مرات راح توقف، في مرات راح ترجع شوي، بس إذا كملت راح تمشي وراح توصل. هذا الفرق، الطريق ما هو سهل، أدري الطريق لأي شيء تبي ممكن يكون صعب، ممكن يكون جدا صعب، لكن الموضوع كله مسألة وقت، موضوع كله مسألة أنت شلون تحاول وأنت شلون تسعى إلى هذه الأشياء. إذا حاولت راح توصل بإذن الله، اليوم باكر بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث سنين راح توصل. ممكن واحد يقول الحين لا بس علي والله أنا مالي خلق، خلاص لا تقعد تبكي باكر، تشوف الناس كلهم أعلى منك، الناس كلهم طافوك، تقعد تحسر. ناس ما قلت الأشياء اللي راح تندم عليها مو الأشياء اللي سويتها وفشلت فيها، لا، الأشياء اللي كانت في بالك ودك تبلش فيها وتوصل لها وما بلشت فيها، خوف ويعني تفكيرك هذا اللي أنت تتبعه. أثمن شيء في هذه الدنيا هو الوقت بالنسبة لي، فإذا ما استغليته صح فجأة راح تكتشف أن عمرك خلص وأنت ما سويت ولا شيء. من يوم عمرك 10 سنين نفس عمرك 20، نفس عمرك 30، نفس عمرك 40، ما تغيرت ولا شيء. الوقت يعدي وانت بس قاعد في البيت وتطالع فلان وعلان وتنتقدهم وتضحك عليهم وهم طافوك وصلوا فوق. اذا انت ما اشتغلت على نفسك اليوم وتقعد تأجل، والله العظيم هذا باكر اللي تقول عنه يلا باكر ببلش، باكر ببدي بالشيء اللي انا بي، باكر هذا ما راح يجي. اذا تبي شيء بلش فيه من اليوم باسرع وقت، خطط له من اليوم، تقعد تخطط، تقعد تكتب شنو بتسوي، ما راح تسوي، شلون توصل لهذا الموضوع، تاخذ جميع الاجراءات اللي انت تشوفها مناسبه بحيث ان توصل لهذا الشيء. تبي تتعلم رسم يا اخي ارسم، تعلم، شو المشكله، ادخل دورات، ادخل في اليوتيوب، شوف ناس يرسمون، تعلم منهم، invest in yourself على قولتهم، استثمر في نفسك، هذا أعظم استثمار. وinvest in your time، وقتك هذا وقت جدا ثمين. لنفترض على سبيل المثال واحد عايش عمره 60 سنة، أنت 20 سنة من هال60 سنة نوم، لو أنت تنام 8 ساعات بقالك 40 سنة، فأنت لو عمرك 20 سنة أنت شوف إيش كثر ضيعت من عمرك، ما بقالك كم سنة إلا بتعيشها فعليا يعني من غير النوم. شيل السنوات اللي انت فيها مثلا تكرم بالحمام، قاعد تاكل، ما شنو، عندك كم سنه او كم ساعه في كل يوم قاعد تقدر تشتغل فيها فعليا شويه.
فعليا شويه. فيا ان تستغل هذيل الساعات والايام في شيء انت تبيه وفي شيء يذكر لك وفي شيء يخلد في تاريخك، او ان انت تضيعها في حش، في سوالف، في ندم، في تحلطم. الموضوع كله بيدك. يا ان تكون انسان يشتغل على نفسه وانسان وصل بذراعه وبشغله وبتعبه، يا ان تظل انسان نفسه ما تغير من 10 سنين ل50-60 سنة. هذا موضوع كله بيدك، انت تختار، وانت تختار مستقبلك شلون راح يكون. في النهاية احب اذكر ان بعد ما يخلص هذا الفيديو ابيك تمسك ورقة وقلم وتكتب اهدافك، وتكتب شلون كل هدف راح تسويه، كل هدف تكتب له خطة وطريق الى الوصول، وحاول ان تشتغل عليهم باسرع وقت ممكن. لو ان شاء الله بعد الفيديو تقدر تشتغل عليه اشتغل عليه. لو تكتب الخطط الحين، لو تكتب الاهداف الحين، هذه بداية جدا موفقة. حاول تبلش فيهم حبة حبة، راح تشوف نفسك والله ان شاء الله السنة الجاية راح تتذكر كلامي. وابيك السنة الجاية قبل بداية السنة اللي بعدها تشوف هذه الاهداف وتشوف وين وصلت وش كثر سويت منهم. اذا عجبكم الفيديو دزوه حق ربعكم، دزوه اي مكان. هذا الشيء يعني لي جدا، ابي اكثر ناس يستفيدون من هذا الفيديو، نبي نوصل هذا الفيديو لاكبر شريحه ممكنه، لان انا اشوف هذا الفيديو جدا مهم. واذا الفيديو هذا شفته انت في بدايه السنه الجديده او في نصها او في ربعها، مو ضروري تبلش اهدافك طموحاتك من بدايه السنه الجديده. انا بالنسبه لي كذي اسوي، اكتب اهداف جديده على بدايه السنه الجديده او على اخر السنه الجديده، السنه الحاليه عفوا. فانت تقدر تبلش في اي يوم، الشهر الجاي، بداية الشهر الجاي، بداية الأسبوع الجاي، بداية اليوم الجاي، كيفك. لكن أنا بالنسبة لي هذه الطريقة اللي أنا أتبعها، وبما أن الحين شوية وندخل سنة جديدة قلت أسوي هذا الفيديو. لكن أنت قاعد تشوف الفيديو مهما كان اليوم، مهما كان التاريخ، بلش في أسرع وقت ممكن، أسرع وقت تشوفه مناسب. الشهر الجاي، الأسبوع الجاي، كيفك، باكر عقب باكر، الساعة الجاية، أنت تختار هذا الشيء. أنت تحط لك بداية، أنت تحط لك بداية إلى تحقيق الأهداف، ما يفرق التوقيت. لا تنسون تطقون لايك، تشتركون في القناة، وتنشرون الفيديو نفس ما قلت إلى أكبر عدد ممكن. دزوه في الواتسابات، حطوه في تويتر وإنستغرام، قصصوا مقاطع، رسلوها. هذا شيء جدا يعني لي، وجدا يعني لي أن الناس يحاولون يسوون أهدافهم وطموحاتهم. أنا جدا أكون سعيد إذا والله يالي واحد وقال لي والله علي من كلامك حاولت أني أحقق حلمي، ولا وصلت حق الشيء اللي أنا بي. جدا استانس. ودائما انا في سناب شات اتكلم احيانا في بعض هذه المواضيع، واشوف رده فعل حلوه، وايد استانس لما احد يدخل علي مثلا علي يقول لي علي والله انا من كلامك بديت اخطط حق سنه مثلا في صف 10 او في الثانويه اني اجيب نسبه معينه، والحمد لله جبتها، كلامك فادني. جدا استانس. فقبل كل يستفيد من هذا الشيء. فاذا تشوفون هذا الفيديو مفيد نشروه في كل مكان تقدرون عليه، وخلي يوصل لاكبر عدد ممكن احسن الكل يستفيد. بناية حاب اشكركم على المتابعة، شكرا. سنة 2019 وايد اشياء حلوة صارت فيها، واشياء مو حلوة، اشياء اكسرتني لكن قوتني. اللي ما يذبحك يقويك، what doesn't kill you make you stronger، والله العظيم. فالحمد لله بحلوها بمرها سنة 2019 علمتني وايد اشياء، والحمد لله سويت وايد انجازات احبها. وهذا ممكن يكون اخر فيديو في السنة، وان شاء الله سنة 2020 راح تكون سنة جدا جميلة. أنا سميتها بالنسبة حقي The beginning of the greatness، بداية العظمة. يمكن اسم قوي، بس بإذن الله راح تشوفون هالسنة هذه في وايد أهداف في بالي الحين، وبعد هذا الفيديو بكتبها إن شاء الله لأهدافي بالترتيب وشون بسويها. راح نشوف إن شاء الله. أقل شيء إن شاء الله بنوصل 250,000 مشترك على اليوتيوب، ان شاء الله اكثر. راح اتخرج ان شاء الله بهالسنه هذه، السنه هذه راح ارد الكويت. ان شاء الله في بزنس اللي بعلن عنه قريبا جدا اللي قاعد اشتغل عليه، وايد اشياء حلوه، وايد اشياء قاعد اشتغل عليها. وسنه 2020 راح تكون ان شاء الله سنه جدا جميله. فدعواتكم التوفيق، واتمنى لكم جميعا التوفيق، بس اشتغلوا على نفسكم ان شاء الله راح توصلون. المهم as always stay positive use this and smile. Bye.